زي ما بنتكلم عن اللمة، هتكلم كمان عن لمة حلوة. كل أهالينا من أقباط مصر وأهالينا يعني اللي بيحتفلوا إن شاء الله غدا بعيد الغطاس، خلينا نقول لهم كل سنة وكل أقباط مصر بخير وطيبين. عيد غطاس سعيد علينا، ويا رب كل أيامنا تبقى أعياد وسعادة ورضا. عيد الغطاس على فكرة بيبقى عيد يعني جميل، والناس بتاكل فيه حاجات، ويبقى عيد القلقاس، وطبعا أنا شخصيا بحب القلقاس جدا، ريحته بتبقى حلوة لأنه كمان طبخة مصرية، لكن طبعا بيطبخ في بيوتنا وكل واحد ليه طريقة، وكمان بيبقى فيه قصب السكر معاه، فما تعرفش ممكن دي الحادق ودي التحلية، بيبقى حاجة حلوة بنشوفه في إيدين الأطفال في الشوارع. طقس مصري أصيل جدا والكل بيمشي، وده موروث الحقيقة، موروث المصريين في عيد الغطاس. يا ترى سر القصب والقلقاس إيه؟ الحكاية بدأت منين؟ أنا شخصيا عايزة أعرف الحكاية بدأت منين، لأن كلنا يعني أقباط ومسلمين كلنا بنحب الحقيقة القلقاس والقصب طبعا. يعني خلينا نسأل دكتورة إيفان أنور ونسألها، وهي أستاذ دكتور إيفان أنور، أستاذ مساعد الإرشاد السياحي. دكتور إيفان مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم. أكيد أنت بتتعرض لحاجات كتير بأنه اسمك ينفع يعني الاثنين يعني. طيب أولا أكيد أولا خليني أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، ربنا يخليك. هتاكل قلقاس فين بكرة؟ في بيتنا. في بيتكم. طيب. ما حدش بياكل قلقاس غير في بيتنا. طبعا، ولازم يتعمل بطريقة، كل لينا طريقة كده في عمايله. طيب قول لي إيه علاقة القلقاس والقصب مع بعض في عيد الغطاس؟ هو عيد الغطاس عشان السادة المشاهدين يعرفوا، هو إحنا بنحتفل بيه في شهر طوبة من كل عام. هو تذكار لعماد السيد المسيح في نهر الأردن. تمام. والعماد طبعا ده أحد أسرار الكنيسة السبعة الهامة. في اليوم ده اتعمد السيد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى ابن زكريا. فالطقس العماد عندنا حاجة مهمة جدا، لأنه بالنسبة الإنسان بيتولد من جديد، يعني الإنسان البيب الصغير بيتولد بخطية أبونا آدم وأمنا حواء. فعشان كده في الطقس المسيحي لازم البيبي الولد على سن 40 يوم، البنت على سن 80 يوم، ودي حاجة خاصة بطهارة الأم. بيروحوا في احتفال مهيب بيعمدوا البيبي او بيغطسوه في جرن المعموديه تذكارا لعماد السيد المسيح، او زي ما السيد المسيح اتعمد. تمام. فاحنا علاقه الكلام القلقاس بقى ان احنا لما الانسان بيبقى عنده خطيه او مولود بالخطيه الاولى، لما بينزل في جرن المعموديه ويتعمد بيشيل ثوب الخطيه خالص ويتولد من جديد كانه كان مدفون وعاش من جديد. فالقلقاس هو ثمره بتزرع مدفونه بالكامل في الارض. صحيح. وبعد كده تطلع منها وبتزرع في يعني في التربه المصريه، وبتطلع نبات من فوق حلو، بس هي الثمره داخل التربه تحت. صحيح. بالظبط. وبعد كده بتطلع بنبات جميل زي الانسان الولد البيبي الصغير بينزل المعموديه ومليان بالخطيه، بيطلع لابس ثوب جديد، ثوب النقاء. تاني حاجه القلقاس فيه ماده مخاطيه سامه ومضره للحنجره، بمجرد نزولها في الميه مع الشوربه او لما تتسلق بتبقى ذات مذاق جميل. احنا طبعا نفسنا كده برضو في العقيده المسيحيه، الانسان بيبقى خاطئ البيبي الصغير بالخطيه الاولى، اول ما بينزل في المعموديه بيطلع من الميه زي ما غطسنا القلقاس وطلع، بيطلع في حاجه جميله وثوب جميل جدا. ثالث حاجه ودي اخر حاجه، ان القلقاس عشان يتطبخ لازم نشيل القشره الصلبه الخشنه. صحيح. البني اللي مش البني اللي مش كويس اللي شكلها وحش من بره، وعشان فاحنا زي بالظبط الانسان البيبي الصغير لما بينزل في المعموديه بيلبس الثوب الجديد الثوب النقي وبيشيل الثوب القديم بتاع ثوب الخطيه. يعني اذا القلقاس هنا رمز، يعني رمز لكل شيء. أكيد. للعماد المسيح. للعماد بتاع المسيح. خلاص احنا كلنا ناكل قلقاس بكره، وده حاجه جميله، وهيبقى احتفال كده يوم الجمعه، واعتقد ان هو عاده ما بيجيش يوم جمعه، لكن يمكن عشان السنه دي كبيسه. السنة صح كبيسه، فالاحتفال مؤجل ليوم السبت، يعني الناس هتفطر يوم السبت، هو دلوقتي الرسمي واللي هيحتفلوا بيه في الكنيسه يوم السبت هو هيبقى يوم عيد السبت ان شاء الله. ان شاء الله. طيب القصب بقى حكايته ايه؟ عشان نحلي ولا ايه؟ هو عموما ده كان مظهر ديني مهم جدا يحتفلوا بيه المسلمين قبل المسيحيين، كان عيد شعبي في مصر كله. صحيح. يجوا الناس في اليوم قبل عيد الغطاس بالليل مع غروب، يبتدوا الاحتفال مع غروب الشمس
الليله السابقه ليله الغطاس، بينزلوا في الميه ان كان على الترع او بحر النيل كما كان يطلق عليه، بينزلوا وبيعوموا مراكب كتيره فيها الاسقف وفيها البابا وفي رافعين الصلبان، بيعملوا بيلفوا في الميه بمشاركه اخواتهم المسلمين، الخليفه بيحضر هذا الفال. كل اهل مصر بقى الصغيرين الاطفال بيبقوا في حاجه اسمها البلابيصه. انا كان ليا حتى لقاء تلفزيوني من يومين، رحت مع احد المذيعين كنت واخد معايا البلابيصه اللي هي البرتقانه اللي بنجوفها. ايوه من البرتقانه اللي وبتحطوا فيها شمع وحاجات كده بالظبط، صح؟ في رمضان بالظبط طبعا. كل اسطح المنازل بيبقى الاولاد واقفين فيها مصحيين ومسلمين وبيغنوا اغنيه معينه او يعني حاجه تراثيه كده، بلابيصه يا بلابيصه، ويكملوها ويلفوا البلد كلها وعلى اسطح المنازل، بيبقى احتفال مهيب في مصر كلها. اكيد. فكانوا بيوزعوا الحاجات الحلوه على الاطفال وكده. وعشان القصب في اليومين دول في شهر يناير بيبقى اجمل فتره ممكن ناكل فيها قصب، وطبعا الفواكه اللي تبقى موجوده البرتقال، كانت توزع الحلوى والبرتقال والقصب على كل الاطفال وكل الناس في الشوارع. احنا في مقوله مشهوره قوي عن الناس كلها بتهني ناس من النهارده بالليل، ابتدت يهنوا ناس على يعني يهنوا بعض على الفيس، بيقولوا ايه؟ عودين قصب وقلقاس وشويه مطر وقداس ويبقى اجمل عيد غطاس. اكيد انتوا منتظرين المطر بقى يوم السبت. لازم 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 شويه مطر. طب تمطر في اي مكان؟ لازم في اي مكان. تمام. او تندع كده والناس ما تتفائلش لو ما نزلوش شويه مطر والكلام ده. خير، المطر دايما خير. دكتور ايفان، يعني اولا كل سنه وحضرتك طيب، بالهنا والشفاء عليك القلقاس، وطبعا وعلى كل اهالينا من اقباط مصر ان شاء الله عيد غطاس جميل، وعلينا جميعا وناكل كلنا القلقاس وناكل القصب وناكل برضو البرتقال، كله حاجات حلوه من خيرات مصر. بشكرك شكرا جزيلا وعيد سعيد باذن الله عليك. دكتور ايفان انور، استاذ مساعد الارشاد السياحي.